أعتقد بأن كما جرت العادة يعني قدم السيد والي بنك المغرب أمام جلالة الملك التقرير السنوي للبنك المركزي خلال سنة 2023، وذلك باش يطلع يعني صاحب الجلالة على الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة المغربية خلال السنة المنصرمة. كيف ما كنعرفوا فإن واحد المجموعة من المؤشرات المقروءالاقتصادية اللي كاينة في هذا التقرير هذا كل ما يتعلق بنسبة النمو، حتى السنة الماضية حققنا 3.4% ديال النمو، ذلك راجع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية، لأن السنة الماضية كان عندنا واحد الموسم فلاحي اللي حققنا فيه فقط واحد 55 مليون قنطار من الحبوب. الأمر الثاني هو أن كانت واحد السنة تعرفت واحد التضخم اللي هو مرتفع، بحيث أن تجاوز 10% خلال فبراير من السنة الماضية، ونهينا السنة ب 6.1% عوض 6.6% اللي كانت خلال سنة 2022. بالإضافة كذلك أن يعني النسبة ديال الشغل يعني ديال البطالة ارتفعت السنة الماضية، وذلك نتيجة لفقدان مجموعة مناصب الشغل خصوصا في القطاع الفلاحي اللي كيبقى القطاع الفلاحي اللي هو رقم واحد. كنظن بأن كذلك مجموعة من الأمور اللي أكد عليها هذا التقرير السنوي ديال البنك المركزي، من بينها هو الضرورة الإسراع يعني بتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، لأن كل يوم كنضيعوا في إصلاح أنظمة التقاعد كضيع علينا واحد ملايين ديال الدراهم. والأمر الثاني هو أصلا خصنا نواصلوا العمل باش أننا نحافظوا على واحد المؤشرات ماكرو اقتصادية اللي هي خضراء، كل ما يتعلق بنسبة النمو في 4% أو 5%، كذلك عجز الميزانية خصنا نواصلوا يعني التنزيل ديالو باش أنه يوصل لنا 3% خلال السنتين المقبلتين. وكذلك واحد الامر اللي هو مهم هو ان بنك المغرب قال بان بشراكه مع مجموعه من الابناك غيطلق واحد الصندوق خاص لتمويل المقاولات الناشئه باش انه يجاوب على الحاجيات التمويليه ديال واحد مجموعه من الشباب المغاربه، باكثر من ذلك انه يقوم بالمواكبه ديالهم. كنظن بان هذه ابرز النقاط اللي كانت في تقرير البنك المركزي، وهي امور اللي هي مهمه اللي كتعطينا يعني واحد التشخيص دقيق للوضعيه الاقتصاديه والماليه والنقديه خلال السنة الماضية، وكنستشرفوا من خلالها يعني الآفاق ديال الاقتصاد الوطني خلال القادم من السنوات، اللي كتقعد واحد مجموعة من التحديات اللي هي أساسية، كل ما يتعلق بالإشكالية ديال الماء، الإشكالية ديال الطاقة، والإشكالية ديال الاستثمار الخاص اللي بغينا يكون هو اللي كيخلق الثروة وكيخلق واحد مجموعة مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة اللي كيجيو لنا لسوق الشغل كل سنة يقدرون بأكثر من واحد 300 إلى 400 ألف منصب شغل كل سنة.